نشرت كتائب القسام صورا تظهر قصف قوات إسرائيلية بقذائف الهاون في حي الزيتون بمدينة غزة، وأظهر الفيديو لحظة وقوع الانفجارات في المكان المستهدف وهروب الآليات الإسرائيلية ووصول مروحيات لإخلاء القتلى والجرحى من المكان. بسم الله، الله أكبر، صائبة ولا خائبة يا الله. كما نشرت كتائب القسام صورا تظهر قصف قوات إسرائيلية متمركزة في محور نتساريم بصواريخ رجوم، وأوضحت أن العملية تمت بالتعاون مع فصائل فلسطينية أخرى.